it was double than it was in 2017. It's around 300 cities and they lost their citizenship. The exact figure is 298, and it is continuing yet. Within a couple of months, for example, more than 15 citizens, their nationality has been stripped. It started with the royal decree, but later on, the government, they expanded the authority of many other legislation bodies, for example, to revoke the nationality. For example, the judges now easily they can revoke the nationality, because if they say that he'd been in charge in any quote-unquote anti-terrorist act. And meanwhile, the power has been given to the Minister of Interior to revoke the nationality. And easily, for example, if any citizens wanted to stay abroad for more than 5 years and didn't come back to the country, he have right to the Minister of Interior to revoke the nationality of that citizen. And definitely, whoever they have doubt in his loyalty to the government, then they've been given the right to the Minister of Interior to revoke his nationality. So it's becoming a very, very big issue, and so many side effects, bad effects, and whenever you lose your nationality, definitely you will not have any basic right as a citizen, services, and so on. And later on, you will be expelled out of the country, and this is what we faced last year. Many of those who've been victim of this type of atrocities, they've been forcibly being expelled out of the country. Travel bans, many human rights defenders, many political activists has been travel bans, them or their family in so many cases. Yes, now maybe the number has been reduced somehow, but it is a policy. Wherever they want to control any activist anywhere, definitely the travel ban is there. And part of them were many lawyers, as I believe. Death penalty, since 2011, the number exceeded 40 verdicts. Later on, some of them, their verdicts been changed from death penalty to life sentences. But just in 2018, we had 26 cases of death penalty. Quick in about 3 minutes, I think. Yeah, it's in Arabic, right? عنوى من فك للسنوية الذي تصدره منظمة السلام للمحرفية وحقوق الإنسان عن عام 2018 والذي شهد ارتفاعا حادا بانتهاكات حقوق الإنسان أبرزها صدور الحكم بالسجن مدى حكاية على زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان خلافا لحكم تبرئته الصادر عن محكمة الاستئناف تأييد حكما مدته 5 سنوات ضد المدافع البحريني البارز نبيل رجب استمرار وجود الكثير من نشطاء المجتمع المدني هنا القضبان تجريد 298 بحريا من جنسيتهم اصدار 26 حكما بالاعدام تغير 5 منها لاحقا وتشير سلام الى ابرز السياسات التي تؤدي مباشره الى انتهاك حقوق الانسان والمتمثله بالاسقاط التعسفي للجنسيه والذي كثفت منه السلطات خلال السنوات الاخيره استخدام الاعدام كعقوبه سياسيه وتجاهل كل القوانين الدوليه التي تحظرها انتزاع الاعترافات بالاكراه ووفق محاكمات غير عادله استخدام التعذيب وسوء المعامله في مراكز الاحتجاز ومواصله استخدام الاخفاء القسري كجريمه لنشر الرعب بين افراد المجتمع ويضاف الى ذلك التعذيب الممنهج والمعاملة السيئة في السجون واستهداف المعتقلات وتقييد الحق بحرية التعبير وحظر السفر وغيرها من الحقوق المنتهكة في البحرين. سلام تطرقت بتقريرها إلى الانتخابات البرلمانية التي جرت في نوفمبر والتي افتقدت لمعايير النزاهة والمساواة والعدالة للتمثيل السياسي خصوصا في أعقاب حل الجمعيات السياسية وحظر مشاركة أي من أعضائها في العملية الانتخابية كما أشار التقرير إلى قضيتي المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب وقضية زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان واختتمت المنظمة تقريرها بمجموعة من التوصيات أبرزها إنهاء ممارسة إسقاط الجنسية على الفور وإعادة الجنسية إلى 100 مواطنين
إلغاء المادة 10 من قانون الجنسية لعام 1963 والتي تسمح لوزارة الداخلية بإسقاط جنسية الأشخاص، الوقف الفوري لإصدار عقوبة الإعدام وإلغاء جميع أحكام الإعدام الصادرة وإنهاء ممارسة تنفيذ العقوبة، الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني للاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والذي يلغي عقوبة الإعدام. أيضا الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء المحكوم عليهم بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات. كذلك التقيد على الفور بالمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 8 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي تحظر التعذيب والعقوبة القاسية أو اللا إنسانية. توصيات تجدد سلام المطالبة بتنفيذها وتكرارها في حين يواصل النظام الترويج لنفسه كدولة تسير على طريق الإصلاح.